بسم الله الرحمن الرحيم. نعيمة 28/4/2013، معركة بركان حوران، السيطرة على كتيبة الرادار. بعد معركة دامت فقط 24 ساعة تم السيطرة فيها على الرادار وكتيبة الدفاع الجوي بالإضافة لسرية الإشارة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. غنائم الجيش الحر، الله أكبر الله أكبر والعزة لله. كتيبة الرادار، الرادار أصبح تحت سيطرة الجيش الحر بحمد الله وفضله. أبطال الجيش الحر داخل الرادار في بلدة نعيمة، الله أكبر والعزة لله.